حقيقي العرابي زيك. مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير زياد. اهلا. روق روق روق، ما بدنا اياك تعصب. هلا الموسيقى الليله عليك والحكي والمكان علي. كادو الكريسماس مني خلص والنيو يير. اوكي هيدي الكريسماس والنيو يير يعني لاثنين. ما تخافي ولعشر سنين. اوكي اثنين بواحد. مش متوقع منك اكثر. خلينا نرحب بضيفنا او ضيفينا لليله. الليله بزين سهرتنا كبير من لبنان، صوته سندياني عتيقه مع مرور الزمن بتسمع وبتعلى، وشلال من العذوبه والعنف وين المطعم بالبراءه. صدق المثل اللي بيقول اللي خلف ما مات. بنستقبل الليله الفنان جوزيف عزار وابنه الفنان كارلوس عزار. باسمك يا بلادي. بذاكرتنا مطبوعه له صور عديده، مختار القاطع، هولو، والشخصيه اللي ما بتنتسى راجح. جوزيف عزار الفنان الاصيل اللي ارتبط اسمه بالراحبني روميو لحود وكاراكلا، واللي قدم أجمل الأعمال على المسارح المحلية والعالمية. اتكرم كتير من قبل جهات وأفراد، ولكن هل أخذ حقه بعد كل هالعطاء الفني؟ وهل رح يقبل تكريمنا المتواضع إله الليلة؟ حملوا بيو الأمانة وقبل هالمسؤولية، ولكن الفنان كارلوس عزار اليوم قدام تحدي، يا بيجدد يا بيترك غيره يقوم بالمهمة. عزار اللي حسم أمره لصالح الفن الراقي، شو تعليقه على مسيرة والده الفنان الكبير جوزيف عزار؟ وهل بخاف اليوم على مستقبله الفني ببلد صار فيه الفنان مضطر يعتمد على نفسه؟ اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف عزار، نورتنا. وكارلوس اهلا وسهلا فيك كمان، نورتنا. يعني قلنا بالريبورتاج انه هل تسمح لنا بهالتكريم المتواضع من البرنامج لحضرتك على هالمسيره الفنيه اللي بنفتخر فيها والطويله والعريقه؟ يعني مثل ما بيقول المثل، اذا كرم الانسان وجب عليه الشكر، فالف شكر لكم. الف شكر لك لانك لبيت الدعوه. الله يخليك. اكثر من 500 اغنيه، حوالي يعني 30 عمل مسرحي اذا مش اكثر، تاريخ أكثر طويل عريض من العطاء الفني. نعم. استاذ جوزيف عزار، اخذت حقك من العطاء اللي اعطيته؟ اخذت حقك من التكريمات اللي علي عملته انا؟ بالمقابل شو؟ بالمقابل الباقي على الاخرين. طيب شو الحق على راجح او الباقي على راجح؟ لا، انا بقول انه ما حدا بياخذ حقه بالكامل بهالدنيا. او لك هيك بهالدنيا، بهالدنيا او بهالبلد؟ بهالبلد افضل. ما بدي اقول، ما بدي اقول هيك انا. لا بدي، انا بدي اسمع من كارلوس. انا كرمت بالبلاد. كارلوس اخذ هلا شو اللي ما بدك، شو اللي ما راح يقوله الوالد الي اللي انا بقوله؟ اوكي كارلوس اخذ حقه. مين؟ جوزيف عزار. مثل انا بوافق على الفكره انه بهذا البلد ما حدا بياخذ حقه. يعني ما بعدنا نحن ب إذا بدك يعني هن بصنفونا من نحن بالبلدان العالم الثالث. أنا بزد له كلمة عشر، ثالث عشر. لا بس في ناس بلبنان حتى أخذين أكثر من حقهم. إيه 100%، ما هو هذا مش حقهم، هن عم ياخذوا أكثر مما بيستاهلوا. مظبوط، ساعتها ما حدا بياخذ حقه يعني بالبلد، في ناس أكثر في ناس أقل. هيدي بتتعلق صحيح بالتقييم. يعني نحن بتعرفي شو بنعمل؟ أنا دائما بس بفكر بشغلة واحدة، إنه لو حدا بحجم الوالد بغير بلد، فرنسا، بلجيكا، اوكي باي بلد ثاني شو كان بيصير؟ عشوائي موزمبيق يعني. يا ستي شو بده يصير؟ اكيد غير هيك. أكيد. شو بده يصير؟ بزعلك هالشيء. شو بده يصير يعني 10 مليارات دولار يعني شو بده يصير؟ لا لا لا، مش 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 الموضوع ماده، الموضوع معنوي، الموضوع انه هذا الانسان بعدك لليوم يعني على خشبه المسرح. انا كرمت بعديد من المؤسسات والوزارات بالبلد. وزاره الثقافه كرمتني، انا متابعه تكريماتك بس بعدني بحس انه النوادي، الجمعيات، المؤسسات كلها كلهم يعني كرموني يعني كتر خيرهم. شو بقدر اقول غير هيك انا؟ بعدين انا هالتكريم عم بيجي من الناس الطيبين الحلوين مش حضرتك اللي لازم نقول، نحن لازم نقول انه جوزيف عزار بيستاهل اكثر واكثر، لانه في فنانين اليوم شباب يعني ماخذين حقهم وزياده انه ما عملوا ربع اللي عملته. معلش نسمع هالغنيه. نسمع هالغنيه.
موجوع موجوع صار سنين وبقلبي لهيب يمكن بصدر ما أمن يا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة سر أمر الغريب ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب كفرت بوجود وصرت أتمنى المغيب. فنان رفيقك رجعتيني للستينات. موجوع اليوم سمير اشتغلنا سوا موجوع ومريض بقول له الف سلامه وحقيقه من البرنامج الشفاء. بنسمع عن مرض سمير يزدك وبنسمع انه كمان ما في اهتمام كافي وسمير يزدك ما اخذ حقه كمان. بتشوف هالشيء؟ بتشوف انه هو كمان ما اخذ حقه؟ بعتقد هيك انا بحب صوته كثير لسمير يزبك وترافقنا سوا بعده مهرجانات من سنة ال 63 لأواخر السبعينات يعني مع الأستاذ روميو لحود بالفينيسيا والمارتينيز ومهرجانات بعلبك والأرز وكنا هيك يعني مثل ما بيقولوا إخوة إخوة. الله يرحم الأستاذ عصام رجلي كمان كان معنا. سمير أنا كتير بقدره كتير بحترمه وبحب صوته كتير والله يشفيه يعني الله يقدم له الصحة يا رب الله يشفيه. استاذ جوزيف عزر قلت شي مرة في عملين بتاريخك الفني بتعتبرهم دعسة ناقصة بحياتك، هل هالشي صحيح وفيك تسمي هالعملين؟ لا ما فيني سميهم، في عمل ونص مش عمل. عمل ونص؟ شو كيف هيك فسر لنا شو غنيتين واحد في عمل في عمل 50-50 نص غنيتين ولا مسرحيتين؟ لا عمل مسرحيتين عملين مسرحيتين. إذا بخمسين سنة ما كان في هيك عملين مش طبيعي يعني بيكون في شيء مش طبيعي. في شيء مش ما هو طبيعي. هيك ما لك أقول لك استلمت الأمانة هلا من الوالد جددت أغنية أنا عم جرب استلم الأمانة لصعوبة هالأمانة لأنه في 50 سنة في تاريخ كتير كبير، في صوت عملاق حتى لو هو ما بيحب كتير هذا التعبير، في مسرحيات اليوم ما بقى من عمل مثلها، في أغاني في ألحان في 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 عمر في عمر حتجدد بعد أغاني غير بكتب اسمك لبلادي للوالد وإلي شويري كمان الكبير إلي شويري أكيد رح يتجدد أغاني يعني هي بلشت إذا بدك بلشت الرحلة رحلة تجديد الأغاني لأنه أنا اليوم مش رح أبني أكيد ريبرتواري أنا ولا رح أبني شخصيتي كمغني على شغلات تتجدد أنا رح يكون في عندي أشياء جديدة بس كمان هو هالتجديد هو نوع من إذا بدك حفاظ وتكمله لهال هلا الحلقه بتطلع بتكون اغنيتك الجديده الخاصه بالاسواق طبعا ما حد قلت ما بدك تحرقها لا بتخاف تسربها مش انا رح اسربها بس انه ممكن يعني هي بتتسلم الله يخطئ او تتسرب يعني بالغلط في بصمه من الوالد ولا بعيد عن جوا اذا بقول لك انه لهلا بعد ما سمع على سبب كثير بسيط انه انا امبارح عشيه كنت بعدني بالاستوديو يعني هلا رح تطلع هذه الحلقه قبل حفله راس السنه هلا عشان نخبركم عن راس السنه بس لتاريخ تصوير هالحلقه امبارح بعدني شي مخلص من الاستوديو حلو يعني خلص كارلوس يعني مشيت بطريق الغناء احترفت الغناء ان شاء الله ما بقى العالم بتقرر اذا انا هلا بعد شوي في بلش في مدير اعمال ولا بعدك الاستاذ توني ابي كرم هو بيهتم بكل شيء بس ما تصعبها كثير بكره يعني انه نجوميه انا ال 12 سنه بالدومين لو بدي اعيشها عشتها من زمان مش ناطر لهلا بس الفكره اذا بدك هيك الغلط بلبنان بالتحديد للاسف انه دائما بس واحد يصير يغني دغري انه هذا صار فنان مثل كانه الممثل اصلا فنان جلايه هو عرفت كيف؟ انه تخيل ما هو الممثل فنان وبس انه بيسالوك اوقات اسئله يعني ما بعرف شو بدي صنفها هالاسئله انه انت هلا صرت فنان استاذ جوزيف عزار اسئله سريعه دور لعبته هو الاقرب لشخصيتك بالقلعه الامير بدر بمهرجانات بعلبك 68 اوكي مسرحيه لعبتها تعتبرها الاهم بتاريخك
هي في بيع الخواتم بدور راجح. مش بدي يعني بدي انا مصفيت هيدي راجح ولو الحق راجح يعني. أغنية غنيتها هي الأقرب لقلبك. اكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب. اوكي. وتحية للأستاذ إلي شويري هون. لأنه هو اللي كتب الشعر وهو اللي لحن. طبعا تحية كبيرة للأستاذ إلي شويري. لأنه من فترة انتقدت أنا بالتحديد. نعم. إنه بإحدى المقابلات أنا ما ذكرته. معلش إذا ردينا على هالبرنامج. أكيد أكيد. بحب كثير إنه يعرف الأستاذ إلي شويري إنه نحن لما نغني غنية من أغانيه نحن بنكبر فيه. والاستاذ إلي شويري اذا في حال سقط سهوا وما جابت سيرته اكيد 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 انه الاستاذ إلي شويري منه بحاجه لدعايه منه. بس نحن بنكبر لما بنغني له اغاني. وبفتكر انه اللي عم يحضر للمقابلات وعم يسمع الاذاعات بيعرف انه نحن دائما بنذكره وما بنذكره الا بالخير، فما حدا بقى يجرب يفوت بهذه الزاويه ابدا. انا مغني له 5 اغاني غير بكتب اسمك يا بلادي، غنيت له بالاوبرا الضيعه، بشو اسمه، بليلة قمر، صف البياري، شكشكي، ومع موالة يعني وعمل سحجي مع الأستاذ كراكلا بمرجانات بعلبك. وبعدين في فيك تقلنا موال من مواويله إذا في ونرجع ايه؟ منكفيها منكفي بكتب اسمك يا بلادي، ليش لا؟ شو رأيك؟ عزت الطبقة يلا وتحية كبيرة للأستاذ الكبير إلي شويري. بس مش ورا بعضه شبال. لا لا لك ليه، لأنه غير طبقة بس. أوكي. من هون عبر هال أساسي الكريمة بوجه كمان هيدا نداء للمغتربين، وهيدي عمل لي الموال والغنية لما إيديكم لوحوا الأستاذ إلي شويري. هيدا كلامه. تحية للأستاذ إلي وللمغتربين. أوف 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 يلي هجرت وطن عم تعمر دياره، يلي هجرت وطن عم تعمر دياره، مثل طيور السما جناحاتكن طاروا طاروا، أحرار تبقوا بعاد أو ترجعوا للدار، أحرار تبقوا بعاد أو ترجعوا للدار، بس الحبيب غاب، بس الحبيب غاب وطول المشوار، ما عمره هالمرسال طفى لها بناره ناره. الله الله يا استاذ. هذه الله اللحن حتى الاستاذ إلي شويري. الله بدي اياك استاذ جوزيف ضلك تطلع لهونيك، كلنا بنحلم، كلنا عنا احلام، بعدك بتحلم؟ ايه كيف لكن طيب. بس طلع بالكاميرا بس يوقف الحلم عن حلم. خبرنا عن حلم بعده ما تحقق، بتحلم فيه، بعدك بتحلم فيه وما تحقق. بحلم انه لبنان يكون وطن عن حقه حقيقي، وكل انسان يوصل له حقه بهالبلد، على امل انه لبنان يصير. قد ايه بدنا نضل نحلم؟ يمكن كارلوس بكره بيقعد نفس الشيء وبيقول نفس رح اقول نفس الجمله على اكيد نفس الجمله وابنك يعني ان شاء الله. لا بس نحن لازم نحلم، اذا ما حلمنا هالحياه ما بتستمر. صحيح. على كل حال استاذ جوزيف حضرتك حلمت بالنجوميه، يمكن تعبت كثير وحققتها. فت بالصدفه بس حلمت بحياتك وحققت حلمك. كارلوس عم يحلم وبعده عم بحقق احلامه. ضيفتنا حلمت ولكن يمكن الظروف خطفت منها حلمها وخطفت منها شوي من النجوميه، بس لانه هي فنانه حقيقيه بعدها موجوده. سوا بنرحب بالفنانه القديره مجدلة. ايوه اهلا وسهلا فيك ست مجدلة، منوره. شو اسم الله؟ كلمانك بتصغري وبتحلي وهيك ما على الاحوال بلبنان بيصغر الواحد بصير ذنب. قد ايه صار لك ما التقيتي مع استاذ جوزيف؟
شفته من مدة كاراكالا بالمسرحية بحضره أنا على طول مطرح ما بيكون بمسرحية استاذ جوزيف عزار أنا بعرف وين إيه بلحقه لأنه الفن المستوى الراقي كثير وما بخلي له مسرحية يكون فيها استاذ جوزيف عزار ما بلحقه أبدا من زمان ست مجدلة كان بدها القصة فرمان من اللجنة ومن والدك لحتى تكوني بطلة مسرحية الفرمان فرمان ايه واكثر من هيك كمان طيب ست نجدلة لو بدك هلا تصدري فرمان فني شو بتحكمي فيه؟ انتوا هيك عم بتتابعي هالساحه الفني بحكم فيه انه الفن صار تجاره يعني مثل الفن اللي كان الذهبي على ايام الاستاذ جوزيف عزار واستاذ وديع الصافي وعلى الاساتذه اللي كانوا قبل وكل شيء مع انه الشباب هلا مثل كارلوس اللي مبدع هلا الناس كلها بتحكي بصيرته ها اوكي انا حتى ابن اختي صار له شهرين خلقان بيحكي فيها هلا صار له شهرين خلقان مهضومه حلوه عم تعمل عجايب يعني عم تعمل عجايب عن جد بحبوه العيله سلام على اسمه شكل مش معقول دخلك ليه كارلوس ليه